السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الجاليين ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بأتم صحة وحال ومبسوطين معانا في قناتنا المميزة بيكم، قناة فيها حاجة حلوة مع نور. انا دلوقتي بكمل جولتي في وكالة البلح. دلوقتي يا جماعة انا نزلت من محطة الاسعاف او جمال عبد الناصر بالمترو، تمام، عند شركة الكهرباء زي ما انتم شايفين. اول ما هندخل الوكالة، تمام، على ايدنا اليمين، احنا بصور يوم الحد، ده تصوير يوم الحد في سوق الحد عشان خاطر تبقوا فاهمين. سوق الحد عموما بيبقى في شارع المطبعة اللي هو عند كورنيش النيل من ناحية السلطان أبو العلا والجراش. الناس اللي ما تعرفش أنا بوصف أهو بالترتيب. بصوا، احنا هنمشي الشارع ده اللي أنا بشاور عليه دلوقتي بالكاميرا، الشارع ده عشان ناخد التوك توك، لأن ما فيش هناك ميكروباص من هنا هياخدكم ويوديكم لحد هناك. فاول ما قولوا له بس عايزين ننزل عند الكنيسه، اهي الكنيسه يا جماعه، قولوا له عايزين ننزل عند الكنيسه اللي هي جنب البنك الاهلي، هو هينزلكم. بعد كده هتمشوا حته صغيره عند، شايفين مول دانتيلا اهو يا جماعه، على ايديكم اليمين بعد الكنيسه واحنا ماشيين. الدخله بتاعت الشارع اهي عند الحواجز بتاع الحديد بتاعت المترو دي، الدخله اهي يا جماعه على ايديكم اليمين. ده انا بجيب لكم الشارع من اوله من ناحيه الكنيسه، في ناس بتيجي من ناحيه السلطان ابو العلا من ورا، فاهمين؟ بس انا جيت على حسب مشواري، على حسب انا جيت منين. همشي الشارع ده اهو، او الممر ده اسمه شارع المطبعه، ده اسمه شارع المطبعه الاهليه، تمام. ده يا جماعه اول مدخل سوق الحد، ده بيبقى فيه طبعا ستاير، سعر الستاير هناك ب50 جنيه، ده بيبقى فيه كوتشيهات مستعملة وكوتشيهات مش مستعملة، ده بيبقى فيه شنط حريمي طبعا بتبقى مستعملة، في منها نظيف وفي منها اللي مش نظيف خالص، في منها في هناك فساتين افراح وخطوبه، في هناك عبايات خليجي، في هناك زي ما انتم شايفين اهو شارع المطبعه الاهليه، في هناك شباشب، في هناك حريمي واطفالي ورجالي ملابس، في هناك اندرات وبرهات. هصور لكم احسن احسن بياعين في سوق الحد عشان تقدروا لما تروحوا تستفيدوا ومحدش يضحك عليكم بالتصوير الكذاب، تمام. في يا جماعه اهو انا واقفه دلوقتي بعد ما طلعت خالص عند شركه اندراوس، زي ما انتم شايفين، وعند الماسه اهو يا جماعه. انا طلعت من الممر اهو ومشيت على طول على الرصيف ده، لا حولت ولا يمين ولا شمال، تمام. دي الفرشه بتاعت الكوتشيهات اللي قاعد عليها ابو حمزه، دي الفرشه بتاعت الكوتشات قاعد عليها بالظبط. تعالوا بقى اما نشوف بالظبط بالتفصيل معايا الكوتشيهات والاسعار. الكوتشيهات اهي يا جماعه اسعارها 80 جنيه و100 جنيه، اسعارها 80 جنيه و100 جنيه، عنده حريمي وعنده رجالي وعنده اطفالي، تمام. الحاجات دي مش مستعمله، الحاجات دي جديده مش مستعمله يا جماعه، بكرر تاني اهو. بيقعد يوم الحد بس هناك من الساعه 8 صباحا لحد ما يخلص، يعني ممكن يمشي الساعه 1، ممكن يمشي الساعه 2، على حسب ما يخلص، بس يستحسن تروحوا من بدري. اسيبكم تستمتعوا بالفيديو، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عند كلمه الكل عشان يوصل لكم كل الاشعارات حصريا بيكم وليكم باذن الله تعالى، وتستفيدوا بيها وتبقوا انتوا اول الناس تستفيدوا بالعروض. وكل سنه وانتم طيبين. يا ريت اي حد عنده استفسار او اي حد عنده طلب في الريفيوهات الجايه اللي حب نعمل اي ريفيو عن اي حاجه ومحتاجها يبعت لنا في الكومنتات ويبعت لنا كمان في المنتدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.